لنرفع صلاة من قلب ملكيات الرب كلمة عن افتتاح الفم. النهاردة الحد الثالث من شهر بقونا بيتكلم فيه السيد المسيح عن إخراج الشياطين، وبيتكلم فيه أن الشيطان ماذا يفعل الشيطان في الإنسان. الشيطان بيخلي الإنسان أعمى وأخرس، أعمى عن رؤية ربنا، أعمى أن هو يشوف ربنا. زي ما قال في البولس، إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت. ممكن الإنسان يكون أعمى عشان بيحكم على الآخرين، ممكن الإنسان يكون أعمى لأنه مش شايف عمل الله في حياته أو في حياة الآخرين، ممكن الإنسان يكون أعمى لأنه هو حاسس أنه فوق الآخر، ممكن الإنسان يكون أعمى لأنه هو حاسس بكبريائه، حاسس بذاته، حاسس أنه هو أفضل من كل واحد جنبه. ممكن الإنسان يكون أخرس عن أنه يتكلم بكلام الله، يكون لسانه تقيل مش قادر يتكلم. إحنا بنتكلم كتير جدا في كل كلام العالم، لكن لما نيجي في كلمة ربنا بنلاقي نفسنا مش عارفين نتكلم بيها. السبب إن أنا أعمى وأخرس إن أنا مش فاتح الكتاب المقدس. السبب إن أنا أعمى وأخرس إن أنا منقسم على ذاتي، عايش فترة لربنا وفترة للعالم، عايش زي ما بيقول مثل في مصر ساعة لقلبك وساعة لربك، منقسم على ذاتي، كل بيت منقسم على ذاته يخرب. حياتي مش ملهاش هدف واحد، ملهاش سكة واحدة، مش ماشي في الطريق. السيد المسيح قال من يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. أعمى لأن أنا مش حاطط هدف قدامي، مش حاطط هدف ملكوت السماوات. في حياتنا أهداف، ولكن الهدف الأساسي هو ملكوت السماوات. كتير جدا بيضيع مني الهدف اللي هو ملكوت السماوات، إن أنا ألتصق بالسيد المسيح، ويبقى هدفي الصغير، الأهداف الصغيرة، هدف إن أنا أعيش في الدنيا دي وما أجهزش نفسي لملكوت السماوات، بأنسى ملكوت السماوات، بأنسى قوة الروح القدس اللي داخلي. النهاردة شفنا قوة الروح القدس وعمل الروح القدس في السنكسار، لما شفنا العذراء بتحل الحديد، حلت الحديد في المدينة كلها. قوة، قوة خطيرة جدا الله أعطاها لنا وإحنا ما بنستخدمهاش. عشان كده أنا أعمى وأخرس، ما بعرفش أستخدم قوة الله. اللي عاوز يستخدم قوة ربنا لازم يطلب من ربنا، يطلب إن أنا عايز هذه القوة يا رب، أعطنا يا رب هذه القوة، زي ما قال إدانا هذا الكنز في أوان الخزفية. طول ما الخزف هو اللي بره، طول ما أنا مش هعرف أستخدم القوة. لو شفنا في العهد القديم، شفنا جدعون، جدعون لما راح ينتصر راح الحرب، قال لك اللي هيجي يحارب قالوا 32,000. ربنا قال له العدد ده كتير، فقال لهم اللي خايف يرجع واللي قلبه ضعيف يرجع، فرجع 22,000 وفضل معه 10,000. قال له يا رب دول كويسين؟ قال له لا لسه كتير. فقال لهم انزل بيهم في المية، نزل في المية، 300 اللي شربوا المية هم ماشيين والباقي ركع برجليه في الأرض. فقال له أنا هاخد 300 دول بس يا جدعون. هتنتصر ازاي يا رب؟ قال له بحاجة بسيطة جدا، هتاخد معاك 300 بلاص أو 300 جرة، وهتاخد معاك 300 صفارة أو بوق، وهتاخد معاك 300 لمبة. ثلاثة بيرمز للروح القدس، لله المثلث الأقانيم، ومية بيرمز لقطيع الله للكنيسة، عمل الله الكامل. طب عمل الله الكامل يكون ازاي؟ قال له أول حاجة هتعملها يا جدعون لازم تكسر الجرة. تكسر الجرة دي يعني تكسر ذاتك، تعرف قوة الروح القدس اللي فيك، لأن هذه القوة لله وليست ليك أنت، عشان تقدر تعرف ذاتك، عشان تقدر تشوف وتقدر تتكلم.
تاني حاجة لازم تنفخ في الصفارة أو في المزمار بصوت الله البوق، صوت البوق. وإذا سمعت ورائك صوت بوق عظيم، ده صوت ربنا، صوت الإنجيل، يأتي الله بصوت بوق. يبقى عشان تقدر تنتصر لازم تكسر ذاتك، لازم يكون فيك صوت ربنا، فيك كلمة الله حية وفعالة وعاملة فيك. وبعد كده اللي بيظهر في حياتك قال له تلوح باللمبة بتاعتك بالروح القدس اللي فيك، فيرى الناس أعمالكم فمجدوا الله الذي فيكم. فهو ده اللي يخليني مش أعمى ومش أخرس. فإذا كنت عاوز أنتصر وأبقى أشوف وأتكلم بكلام الله، لازم أكسر ذاتي، لازم أخلي كلمة الله حية في حياتي، لازم أشوف عمل الروح القدس وأمجد الله في حياتي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.